مراهقون أشكالهم نادرة لن تصدق أنهم موجودون على الأرض. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. يعيش في كوكب الأرض أكثر من 7 مليارات شخص حول العالم، ولكن كل شخص فريد من نوعه وله طباع مختلفة عن الآخر. ولكن بعد مشاهدتك لهذا الفيديو لن تصدق أشكال هؤلاء المراهقين، فهيا بنا لنعرف عنهم كل شيء. ولكن لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. 1. الفتاة أليس ذات 18 عاما. هذه الفتاة تعتبر أطول فتاة في العالم، فهي عارضة أزياء في البرازيل، ويصل طولها إلى أكثر من 2 متر، وهي تعاني من مرض نادر يسمى بالعملقة، وهو ناجم عن ورم في الغدة النخامية يؤدي لمشاكل صحية مثل ألم في الأطراف والمفاصل. وبالرغم من أنها تم علاجها، ولكن هي ما زالت أطول فتاة في العالم. 2. الفتاة زهرة هاريل من بريطانيا. هذه الفتاة تعاني من مرض نادر اسمه ضمور الذهن، جعلها تبدو وكأنها تبلغ من العمر 60 عاما، على الرغم من أن سنها لا يتجاوز 20 عاما. وكانت هذه الفتاة تعاني من السخرية باستمرار، ولكن ما كان لها غير الصبر على معاناتها، وأصبحت تظهر في الشارع في أوقات بسيطة. 3. المراهق فوي يانغ. عندما تشاهد هذا الشاب فصوره حقيقية، لأنك ستعتقد أنك تشاهد صور فوتوشوب، فهو يمتلك أطول رقبة في العالم، فهو لديه 10 فقرات في عنقه بدلاً عن 7 فقرات، وهو ما يعني زيادة 3 فقرات في عنقه، مما يسبب له شعوراً بالألم ناتج عن زيادة الضغط على أعصاب عنقه، وهو يشعر بصعوبة شديدة في المشي، مما يتطلب تدخلاً جراحياً لتحريره من آلامه. وكان قد تعرض لتشوه خلقي في العمود الفقري في الأسابيع 6 الأولى من تخلقه كجنين في بطن أمه. 4. مراهق هندي جسده لن يشعر بالكهرباء. هذا المراهق الهندي لديه القدرة في الصمود وتحمل التيار الكهربائي، والذي من الممكن أن يصل إلى 1100 فولت، وتمر بجسده دون أن يشعر بشيء، وأيضاً يقدر على توصيل الكهرباء في الماء ويضع يده في الماء دون الشعور بشيء. 5. فتاة مراهقة تعاني من تدفق الدم في عينيها. هذه الفتاة والتي تبلغ من العمر 17 عاما تعاني من مرض نادر ليس له علاج، وهو تدفق الدم من عينيها باستمرار، وأحيانا من الأذنين أو الأنف، وهي تعتبر حالة فريدة من نوعها. 6. فتاة تعاني من مرض النوم. هذه الفتاة تعاني من مرض غريب جدا، وهو النوم لأسابيع دون استيقاظ، وفي إحدى المرات ظلت نائمة لمدة 1 عام كامل، فهي تعتبر من أغرب الحالات في العالم. 7. فتاة روسيا حاملة للأثقال. هذه الفتاة الروسية تحمل أثقالاً، ولكن تحتفظ بأنوثتها الجميلة، وهي كانت تمارس رياضة كمال الأجسام منذ أن كان عمرها 15 عاماً، ولكن هي قوية جداً وتثير إعجاب الكثيرين. 8. فتاة تعاني من حالة نادرة في جسدها. هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عاما تعاني من مرض جلدي عبارة عن وجود 100 العلامات السوداء في جسدها، وهذا المرض كان بها منذ أن ولدت، ونادرا جدا عندما تجد حالة مثلها. 9. أطول مراهق في العالم. هذا المراهق يبلغ من العمر 16 عاما، وهو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ونجح في لعبة كرة القدم، وحقق العديد من الجوائز، ويصل طوله إلى 2.30 متر، والسبب في طوله هو مرض وراثي. هذا كل شيء أعزائي المشاهدين، لا تنسوا أن تخبرونا في التعليقات بالحالة الأصعب التي شاهدتموها في هذا الفيديو، ولا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.